يا كابتن. عايزة أكلم الكابتن. ممنوع حضرتك. قولي له زهرة عايزاك. ممنوع. إيه ممنوع؟ ممنوع أنت حافظاها ولا إيه؟ قولي له زهرة. اتفضل شوف يا كابتن. زهرة؟ أنت بتعملي إيه هنا؟ مش كنت تقولي لي إنك موجودة في الرحلة؟ عاملها لك مفاجأة. بعد إذن حضرتك ممكن ترجعي على الكرسي بتاعك؟ معلش يا نيفين. مدام زهرة قريبتي وسيدة أعمال معروفة جدا. تشرفنا يا فندم. بس حضرتك طبعا عارف التعليمات. آه طبعا. نيفين خايفة عليكي. في شوية مطبات، بعد ما المطبات تخلص بقى نشرب حاجة سوا في الكابينة. أوكي؟ خلي بالك من المطب بتاعي. اتفضل. هو أنت دايما بتهزر كده مع المضيفات؟ طب ايه رايك ان انا ما كنتش بهزر معاها؟ والله هي اللي كانت بتهزر معايا. احترم نفسك. ماجد. ايه الحاجات دي؟ دي حاجات بتاعت حاجات كتير. لا لا لا، دي. دي؟ اه. دي بقى بتاعت الارتفاع. دي بقى لا هنعمل حادثه كده لا. يلا يا زهرة ارجعي مكانك عشان هنبتدي الهبوط. يلا. وحشني. انزل بالراحة. بقى كده فريد جالي في خطوبك. تصور. على العموم انا ما رضيتش اقعد اي حاجة. ليه بقى ان شاء الله؟ مش بيقولوا داري على شمعتك في ايه؟ عندك حق. في ناس كتير قوي ما بتحبش تشوف غيرها مبسوطين. أقول لك إيه؟ مش كنا رحنا أي مطعم في الجبل كنا زي بقية البني آدمين؟ وليه بقى نبقى زي بقية البني آدمين؟ بالظبط. إحنا هنا لوحدنا ومحدش بيبص علينا، وكمان كل اللي حوالينا لينا لوحدينا. أنت غنيتي بقى. إيه ده؟ هو محدش قالك إن أنا الأيام الجاية دي هعمل شغل؟ خلاص أنا هسيب الطيران وأشتغل بقى منتج.